رسول الله صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بعثت أناس دين آل أمية نصروا، ودين محمد مخذول، خذلوه وانقلبوا إلى ابن سمية وعن ابن فاطمة يزيد بدين. حكم الإله بما جرى في مسلم، والله ليس لحكمه تبديل. آوته طوح مذ أتاها والعدا من حوله عدوا عليه تجول، فأحس منها ابنها بدخولها في البيت أن البيت فيه دخيل، فمضى إلى ابن زياد يسرع قائلا: بشرى الأمير فتن معه عقيل. فدعا الدعي جيوشه فتحزبت يقفو على أثر القبيل قبيله، فأتوا إليه فغاص في أوساطهم حتى تفلل أسد لجوع شبوله في الغيل، أفلتوا عليه الغيل، وإذا الجموع تكاثرت من حوله يهتز من طرب لها ويميل. سل ما جرى جملا ودع تفصيلا، فقليل لم يحصل تفصيلا، لما أهوت على أسنته ونصول، فاستخرجوا
مثخنا بجراحي، والجسم ينزف الدماء نحيل، قتلوه ثم رماه من أعلى البناء وعلى الثرى سحبوه وهو جديل. ولي قصد مسلم الكوفة، ومن نزلها أخذ لبن الوصل بيها من أهلها، عقب ما بايعت خانة الكفار بمسلم ويا القرض وقف محتار، وحيد أمسى وبعد ما يندل الدار، وجا الطاعه وعلى ميه ساله، عقب ما شرب ظل حاير ومرتاب، وطاعه طلعت تناشد بترتاب، شني وقفتك هذه على الباب، واشوف وين وقفتك ما هي بمحاله. سكت مسلم وردت يا تنادي، تقل الحلك قوة وصاحة عليا، يقل هالضيف عندك ما تضيفي، وهو جاجيج ودموعه عينه. أنا غريب ولا لي بهالأرض ديرة، تقل وشوف هالشخصة تديرة، يا بعدالي هلك من يا عشيرة، يا بعدالي هلك من يا عشيرة، وخاطر كسر من سالفنا، يقلها وضاقت بعان الوسيرة، هذا البي غدر خانة مشيرة، عقب ما بايعت نكثت الفيرة، ومسلم عرفته وبات بنزله. غريب ولا سكن بالقلب روعه، وحيد وضيف بات بدار طوعه، وعلي من صكة العسكر جموعه، ايه تهلهل وسيفي هلهلل، ببن عم الحسين الكيل ينادو، يا مسلم بالبخر لا تخاف معه، بجا وما تهل اجل دموع العيون، لجان يبجي على ابن سيد رسله، والمقدر قضى وشاعت اخباره، رمى القوم والقصر الاماره، وهان انجتل عقبه وبقت داره، مضي المولى بعد واحد يصله، ولي مصيبتهم
ومن قبل المشي بعيد شايف الأطفال، يا ما شفت ميت يجرون بالحبال، شفت ميت يجرون بالحبال يا صاحب لا تظن صارت مثلك. يا نجار يا نجار عاد يستجير يكون، يا نجار عن جدل حليف شراب، يا نجار يا نجار يا مثل مسلم صدق بالحبل، يا نجار بالحبل يا نجار تتنام سبجتنا اي علو جوايا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله قد خصكم بالإسلام واستخلصكم له، وذلك لأنه اسم سلامة وجماع كرامة، قد اصطفى الله منهجه وبين حججه من ظاهر علم وباطن حكم، فيه مرابيع النعم ومصابيح الظلام. لا تفتح الخيرات إلا بمفاتحه، ولا تكشف الظلمات إلا بمصابحه، وفيه شفاء المستشفين وكفاية المستكفين. قد أحمى حماه وأرعى مرعاه، فصول متعددة في ثنايا خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وكتبه ووصاياه ورسائله. يعني إذا نجمعها من نهج البلاغة يمكن أن يكون كتيب كلها نصوص قطعية في فضل الإسلام وامتياز الإسلام ومزايا الإسلام وشرف الإسلام، نصوص قطعية قاطعة لأنها صادرة من معدن صادق صاف صحيح نقي،
صادرا من خبير بالإسلام وهو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. لكن كما ذكرت مرارا مع شديد الأسف أن هذا الكتاب الثمين وهو نهج البلاغة ما يقدر حق قدره ولا يستفاد منه كما ينبغي، وخاصة عند أتباع علي وشيعة علي، هذا الشيء يؤسف له. صور نحن كمسلمين نعتبر القرآن فوق الكل، نعتبر القرآن هو أنفع كتاب في العالم وأنفع كلام في الدنيا من أولها إلى آخرها، لكن إذا سألتنا بعد القرآن أي كتاب أنفع للبشرية نقول بضرس قاطع ولنا الأدلة الكافية أن بعد القرآن ما يوجد كتاب أنفع للناس من نهج بلاغة علي بن أبي طالب. وهذا مو أنا وأنت تقوله، لا كل الخبراء يقولون. ابن أبي الحديد المعتزلي هذا الرجل الذي هو من أبناء السنة ومن علماء أهل السنة شرح نهج بلاغة علي بن أبي طالب، الشرح المعروف المشهور شرح ابن أبي الحديد المعتزلي عبد الحميد ابن أبي الحديد المعتزلي من أشهر علماء أبناء السنة في القرن الرابع الهجري، هذا يقول في مقدمة الشرح يقول إن كلام الإمام علي فوق كلام المخلوقين وتحت كلام الخالق، ولا يمكن لإنسان أن يستفيد بكتاب بعد القرآن أحسن من استفادته من كتاب نهج البلاغة. لكن اسأل شباب شنو نهج البلاغة يقول لك من أنت، ادخل إلى البيوت قولوا معدكم نهج البلاغة يقول لك لا، شايف نهج البلاغة بعينك لا، شنو أنت؟ شنو جموك؟ شنو دينك؟ شنو مذهبك؟ إذا شهدوك عن القرآن ما تعرف شيء، إذا يفتحوا لك القرآن يقولوا لك اقرأ صفحة قرآن عدل ما بالغلط ما تقدر، يقولوا لك شفوا بالقرآن من أحكام وقوانين ونظم ما تدري، يقولوا لك عندك نهج البلاغة الإمام علي بن أبي طالب يقول لك ما عندي، إيش تعرف عن نهج البلاغة ما تعرف شيء، فشنو أنت؟ مسلم؟ لا، لو كنت مسلما لكنت تحتج بالقرآن وتحفظ القرآن وتعرف ما في القرآن. مذهبك شنو؟ شيعي؟ لا، لو كنت شيعي من لوازم الشيعي كتاب نهج البلاغة، لكن ادخل للبيوت تلقاها ممنوعة بكتب الشيطان بكتب يزيد بأجهزة إبليس بمعاول التخريب والهدم، مملوء. وأصبحنا مهزلة يا جماعة، كل طائفة تحتز بمقدساتها، احنا ليش ما نحتز بمقدساتنا في حين مقدساتنا مقدسة عند كل الملل في الدنيا؟ صور أن المسيحيين في العالم يقدسون نهج البلاغة أكثر من تقديس كده. هل تعلم أن الأجانب يعرفون عن نهج البلاغة أكثر ما تعرفه أنت؟ هل تعلم أن ما من مكتبة في الدنيا من المكاتب العامة أو الخاصة خالية من نهج بلاغة علي بن أبي طالب؟ لكن تجي إلى مكاتب الشيعة ما بيش، وخاصة في البحرين نقص ثقافي غريب. شوف الكتب المهمة التي هي ضرورية للشباب ما تحصلها في البحرين، ما هي؟ إن ماكو اهتمام بإيجاد هالعنصر المهم.
ماكو واحد يفكر ان يفتح مكتب تجاره كتب على الاقل، حتى هم يفيد وهم يستفيد. الغرض انه نجمع الفصول التي وردت في خطب علي بن ابي طالب سلام الله عليه في وصف الاسلام ومميزاته الامكن ان يكون كتيبا او كراسا يستفيد منه الانسان في هالخصوص هذا في هالموضوع. ففي هذه الخطبه او في هذه الفقره من خطبته يقول عليه السلام: ان الله قد خصكم بالاسلام واستخلصكم له. يخاطب من؟ يخاطب الامه الاسلاميه. يعني انتم ايها المسلمون لازم تشكرون الله على هالنعمه الكبرى اللي حرم منها كثير من البشر. حرموا منها بسوء اختيارهم، مو الله حرمهم، لكن بسوء اختيارهم، بموت ضمائرهم، بفساد قلوبهم، بسوء نواياهم، حرموا انفسهم من نعمة الاسلام. فانت اللي الله جل وعلا وفقك ونلت النعمة هذه لازم تعرف نفسك انك سعيد. ان الله خصكم بالاسلام واستخلصكم له، لان الاسلام دين الله. طيب شنو شافوا بها من نعمة؟ الاسلام نعمة ليش يعني المؤمنين؟ يقول عليه السلام: وذلك لان الاسلام اسم سلامة وجماع كرامة. الاسلام مشتق من السلام او من السلامة، مو مشتق من الاستسلام كما يهرج اعداء الاسلام. يقول الاسلام من الاستسلام، يعني من الذل، من الخنوع، من الانقياد. لا، الاسلام من السلام او من السلامة. ليش؟ لان من يدخل في الاسلام او المجتمع الذي يسوده الاسلام تسوده السلامة من كل الاخطار، من كل النواقص، من كل شيء يهدد سعادة الانسان. يعني اذا كانت فد مظلة اسلامية تظلل المجتمع، هذه المظلة الاسلامية تقي ذلك المجتمع المسلم من كل خطر في الدنيا وفي الاخرة. هذا معنى السلام، لانه اسم سلامة وجماع كرامة. الكرامة الاشياء التي تكرم الانسان وتعز الانسان وتسعد الانسان. الانسان المسلم هو الانسان الكريم المعني بقوله جل وعلا: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اسم الانسان ينطبق حقيقة على المسلم، اما غير المسلم ممسوخ، شكله شكل آدمي، اما قلبه تفكيره وضميره ممسوخ معيوب مرير. لو كان ضميره طبيعي، لو كان قلب فطري، لو كان عقل سليم، مستحيل ان يرجح او يختار مبدا او عقيده او نظاما على الاسلام، ما يمكن. ليش؟ لانه دين هو عصارة العقل، دين منبثق من صميم العقل. ما يمكن لعاقل ان يفكر في الاسلام ويدرس الاسلام ويقايس بين الاسلام وبين غيره، مستحيل ان يختار على الاسلام شيئا. وهذا هو المميز الثالث الذي من المميزات الست التي نحن بصددها. ذكرنا المميز الاول انه دين الله، انه من صنع الله،
المميز الثاني قلنا شنو؟ اشنو؟ انه شامل للانسان من كل نواحيه في الدنيا، بالاضافه الى ان يفتح امامه طريقا الى السعاده الابديه في الاخره. فما يهمل جانب من جوانب الانسان، لا في داخله ولا في خارجه، لا في دنياه ولا في اخره. وما عندنا هالشكل دين ترى بالعالم، او هالشكل نظام بهالشمول بهالعموم، ما. المميز الثالث اللي نبحث عنه في هذه الليله ان الاسلام هو عصاره العقل. يعني اذا تعصر العقل في معصره يتقاصر منه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، سواء من عقائده او عباداته او نظمه وتشريعاته. هذا العقل الذي حجبته الاديان السابقه عن الحياه، هذا العقل الذي عزلته الاديان السابقه عن ميدان العمل وحجرته وسجنته وقالت له يا عقل ما لك ان تتدخل في شيء، وفرضت على الناس القبول والتعبد الاعمى بدون ان يفكروا وبدون ان يعترضوا وبدون ان ينتقدوا، والويل لمن يحاسب ويقول هذا يمكن وهذا لا يمكن. تنتظره اقصى العقوبات، ينتظره الاحراق بالنار، ينتظره الاعدام، ينتظره السجن متى الحياه. اذا واحد قال يا جماعه هالحكم اللي انتم تقولوا يا رجال الدين تجيبوا باسم الدين هذا مو معقول، مو معقول في قبال الدين، قول مو معقول تستخدم عقلك بالدين، اكفرت ارتدت انت ملحد، احرقوه بالنار حيا. هذا كان هكذا كان وضع الكنيسه في اوروبا في القرون السابقه، يعني القرن الثامن عشر والسابع عشر وبعدا وقبلا. اجى الاسلام فاخرج العقل من عقاله واطلق العقل من سجنه ووضع يده بيد العقل وسار في طريق واحد. بعد ان اعترف قال له انت الحاكم ايها العقل وانا المحكوم، كل شيء اللي ترفضه انت مرفوض من قبل، ما حكم به العقل حكم به الشرع، وما جاء به الشرع أقره العقل. قلت لك مرارا فنك يعني تحديها، فنك تطلع حكم إسلامي ثابت يعرض على العقل الطبيعي، على العقل الإنساني، على الرأي العام العالمي ويرفضه ويحكم بفساده. أشكل حكم في الإسلام ما موجود هذا. مثلا في الإنسان دوافع، كم دافع في الإنسان؟ دوافع الشهوة، دوافع العادة، دوافع التقاليد والأعراض، هاي الدوافع كلها. هاي الدوافع كلها يجب أن تصب في قالب العقل، فإذا صبيتها في قالب العقل يعني سيجدها بسياج الدين. شهواتك، كل شهوة اللي تريدها نفسك اعرضها على عقلك، قال يا بني اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها. يا بني استقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، من نظر في عيوب غيره فأنكرها
ثم رضيعها لنفسه فذلك هو الأحمق بعينه. كفى أدبا لنفسك تهذيبها عما تكرهه من غيرك. سئل حكيم وأديب: من أين تعلمت الآداب الفاضلة والأخلاق المثالية؟ قال: ممن لا أدب لهم ولا أخلاق. يعني من السرسرية، السرسرية هم اللي علموني، السفلة هم اللي درسوني، المنحطين هم اللي سواني آدمي. شلون؟ فاقد الشيء لا يعطي. إذا هم ما عندهم أدب شلون تأدبت منهم؟ إذا هم ما عندهم أخلاق شلون أخذت الأخلاق منهم؟ قال: نعم، نظرت في أعمالهم وسلوكهم فأنكرتها وهذبت نفسي منها. شفتوا في جو؟ ثم عرضت عملهم على فكري. شفت عمل قبيح؟ شفت ضميري يأبى؟ تركت ذاك العمل. وهكذا حتى هذبت نفسي من كل العلوم والمقاصد القلوب. فشهواتك تريد، لكن قبل أن تقدم على هالشهوة اللي تريدها لنفسك تواقع إليه، طب اعرض هالشيء على عقلك، شوف العقل يرضى، شوف وجدانك يقبل به، شوف ضميرك يأنس إليه، فاعرف أنه صحيح، واعرف أن الدين يقرك عنه. أما إذا عرضت على عقلك وعلى وجدانك وعلى ضميرك، شفت العقل يتقزز منه والضمير ينفر منه والفكر يتأمل لي وتوقف مين، أعرف أنه الله جل وعلا أيضا يمنعك منه ويحرمه عليك. جاء رجل إلى النبي: يا رسول الله، أنا في البادية وما أقدر في كل شيء أجي إليك وأسألك هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز أو هذا ما يجوز، انطيني فالقاعدة اللي أقدر ساعة الحاجة ساعة الضرورة أستخدمها وأعرف الحلال من الحرام. فقال هو رسول الله صلى الله عليه وآله: راجع قلبك. القلب هنا مراد به العقل. راجع قلبك أو استفت قلبك، فما أفتاك به قلبك فهو الحق، وما نهاك عنه قلبك فهو الباطل، ولو أمرك به الناس جميعا. إذن الإسلام دين العقل، الإسلام ما هو خرافة. الأديان السابقة كانت مملوءة بالخرافة، الفلسفات الحديثة كلها خرافة، أما العقيدة التي لا خرافة فيها، أما النظام الذي ليس فيه خرافة فهو عقيدة الإسلام. يجيك المادي يقول لك هذا الكون لا إله له ولا خالق، هذه مو خرافة؟ وجدان نفكر، ها؟ يقول لك هذا الكون أوجد نفسه بنفسه، لم يخلقه إله. طيب هذه كلمات تقال، لكن تعال صبها أمام العقل، يقول لي: يا عقل فهمني هذا شلون يصير؟ أنا أفهم أن هالحسينية هذه هالمأتم عدة أيدي اشتغلت، وهالأيدي من غير طبيعة المأتم. طبيعة المأتم جص طابوق، تراب وحجارة، خشب وحديد، أما الأيدي التي أقامت هذا البناء ما هي غير ما هي الجدار، غير ما هي السمنت، غير ما هي الحديد. هذا أفهمه، العقل يتقبله. أما أن تجد لي هذه الحسينية هي كونت نفسها بنفسها، يعني صبحنا من تحت الليل وإذا الحسينية قائمة، هي وكهرباها وفرياتها وحتى الإيسي هم كان بيها. يمكن لو تحلف لي ب124,000 نبي يمكن أصدقك؟ أقول لك الله يشافيك.
عينا هاي حكايتهم هالشكل ترى. انا هذا الكون ما الى خالق، وجد بنفسه مثل ما اللي يقول لك ان هالحسينيه ما حد بناها، هي طلعت من كيف. شو يصير اخر العلم يقول لك الشمس عمرها كذا وكذا من ملايين السنين، يعني قبل الأجرام الأخرى عمر كذا وكذا. طيب فالكون كل ما في الكون كان مسبوقا بالعدم باعتراف العلم الحديث. طيب هذا الشيء اللي كان معدوم شلون سوى نفسه بنفسه؟ آخر المعدوم يصير يوجد نفسه؟ فاقد الشيء لا يعطي. الحافي ما تقدر تحصل منه نعال. فلا بد أن يكون شيئا موجود قبل هذا الكون المسبوق بالعدم حتى أخذ الوجود من ذلك الموجود. ولا ما لم يكن موجودا بالذات مستحيل أن يوجد موجود بالعرب. لعلي هالبحث أنا خيرني مرارا من باب تقريب إلى الذهن من باب الأمثلة، نقول أنه ما يمكن أن يوجد المعدوم إلا من موجود بطبعه وذاته، يعني من موجود لا يحتاج إلى موجد، من موجود وجوده نفس ذاته لا شيء خارج من ذاته. إذا أكو هالشكل موجود يمكن أن توجد معدومات أخرى. أما إذا هالشكل موجود ما عدنا موجود بالذات ما عدنا، كل شيء ما يخرج إلى حيز الوجود، كل شيء يبقى في طيات العدم. فالله سموه واجب الوجود. ليش واجب الوجود؟ يعني لولا وجوده لما وجد أي شيء. أنا واجب الوجود. وإن كان ما عندنا شيء في الكون، في العالم، في الوهم، في الخيال، في التصور، ما عندنا شيء واجب الوجود سوى الله. لكن باب التمثيل يمثلون بالأعداد، بالصفات العرضية، من جملتها الصفة العددية. كم رقم عندنا في الكون؟ اللي متصف بالصفة الرقمية بالصفة العددية. الأعداد تحصى. خصك الله، يقول وزعي في مدح إمام علي سلام الله عليه، يقول خصك الله في مآثر شتى هي مثل الأعداد لا تتنا. فالأعداد ما لها نهاية، لكن كل الأعداد من الثنيين إلى بلايين البلايين البلايين كلها عيال على وجود الواحد. لولا الواحد لما وجد أي عدد في الكون. لكن الواحد وجوده يتوقف على غيره من الأعداد؟ لا. يعني الاثنين ما يوجد إلا أن يوجد الواحد ويتكرر صار اثنين. الخمسة ما توجد إلا أن يوجد الواحد، يتكرر الواحد خمس مرات صار خمسة وهكذا. لكن الواحد يوجد وحده وما أكو لا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا عشرة. أكو اللي عنده خمس أولاد يعني عنده ولد واحد، اللي عنده ثلاثة يعني عنده ولد واحد، اللي عنده اثنين يعني عنده واحد، لكن اللي عنده ولد واحد ما عنده لا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة. فهمنا؟ فهذا لما يقول لك وجود عرضي وجود ذاتي، فأكو وجود ذاتي وأكو وجود عرضي، صفة ذاتية وصفة عرضية. فكل الصفات في الدنيا عرضية لا بد أن تنتهي إلى صفة ذاتية.
من جملة الصفات في العالم صفة الموجودية. أنا موجود، أنت موجود، والمنبر موجود، والحائط موجود، والشمس موجودة، والقمر موجود، والسماء والبحار والجبال، كل الموجودات هاي كلها صفات عرضية إجتها صفة الموجودة من غيرها إلى أن تنتهي. هذا موجود لأن ذاك كان موجود قبله، ذاك موجود لأنه ذاك كان موجود قبله، وجود ذاك من اللي قبله، وهكذا متسلسل إلى أن تصل سلسلة الموجودات، سلسلة الأسباب والعلل إلى موجود بالذات الذي لا يتوقف وجوده على وجود أي موجود وهو الله. ولذا سؤال من خلق الله قلت أكثر، هذا ما إلى معنى، لأن من خلق الله معناه بعدك ما فهمت معنى الله. قلنا الله اللي خلق كل شيء وما حد خلق، معنى الله يعني الموجود بدون موجد، الموجود بذاته، الكائن بطبعه. فإذا صار في ذهنك أن فرد شيء خلق الله، لازم تعرف كنت مشتبه بالأول، الله مو هذا اللي صورته بالأول، الله هذا الثاني اللي صورته، يعني هذا اللي تصور خلق الله هو الله. فإذا هم فكرت في ذهنك أنه هذا اللي خلق الله من خلقه، لازم تعرف حتى صور الثاني اللي هجى ذهنك هو الله مو الثاني. وهكذا حتى ينتهي فكرك وتصورك إلى فد شيء لنقول هذا ما حد خلقه. فإذا قلت هذا ما حد خلقه وهو خلق الكل، شدد به هذا هو الله. ما خصص لك أنا، خلي عقلك يخصص لك. أنت فكر شو وقت ما سلسلة تفكيرك وقف على شيء قلت هذا وبس، قبل ما كان شيء، ما كان شيء، متأكد؟ نعم هذا هو الله جل وعلا، هو ربك خالق كل شيء. وإلا ما دامك تفكر الله منو خلقه، ترى هذا مو الله اللي انت عارفه. وعلى هذا بعد نقول انه ما اله لا بدايه ولا نهايه، كل شيء له عمر الا الله، ترى ما له عمر، لان معنى العمر يعني فترة زمنية. الله قبل الزمان، لا إلى أول ولا إلى ثاني، كان قبل الأشياء وباق بعد الأشياء. بعد الأشياء منه البشر، والبشر كله يروح. يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا، جبال ما تبقى. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. أرض عدم، الجبال عدم، الشمس عدم، القمر عدم، الكون كله عدم، المخلوقات كلها عدم، الملائكة كلها عدم، جبرائيل عدم، ملك الموت عدم، لا يبقى في الوجود إلا الله. هل الكون اللي تشوفه أو تدرس عنه أو فاهم عنه شيء بسيط، هذا مثل فتبساط يلتم فترة يبقى عدم مطلق، ثم يبدأ جل وعلا بإيجاد جديد، بخلق جديد، بتكوين كون جديد. لكن ذاك الكون يختلف عن هذا الكون،
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا شمس فيها ولا قمر، لا برودة ولا حرارة، لا إلى آخرها. عالم جديد، كون جديد ما يمكن أن نفهم على تفاصيله، لأنه فوق العقل، لأنه بعد خارج نطاق معرفتنا. فخلق جديد وعالم جديد. بس اللي مو جديد، اللي إعادة هم جديد، بس القالب جديد. أما المادة نفس المادة، والهيكل نفس الهيكل، والصورة نفس الصورة. الشيء الوحيد اللي مو جديد في ذاك العالم هو أنا وإنت. ترى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه إيدي اللي لعبت بها قمار في الدنيا، اللي اقتلت فيها النفس المحترمة في الدنيا، اللي بطشت بها في الدنيا، سرقت بها في الدنيا، مسكت بها كأس الخمر في الدنيا، راقصت فيها المرأة الأجنبية في الدنيا، صافحت فيها المرأة الأجنبية التي لا تحل لي في الدنيا. من صافح امرأة لا تحل له جئ به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، ويزج به في النار. هل إيد اللي عملت فيها هي بنفسها تعود حتى تشهد علي بعد أن أنكر؟ وقالوا لجلودهم، يعني لأعضائهم وجوارحهم، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. احنا مثل آلة كهربائية، طب السويج يتكلم الراديو، افتح دقمة المسجل يقرأ. الله أنطقنا فشهدنا بما عملت بنا. من يقدر؟ قالوا لما شهد لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. بس أنت مو جديد، وإلا الكون ذاك كل جديد، عالم الآخرة كل جديد، ما يشبه العالم أصلا وأبدا. ومن الفوارق المهمة بين هالعالم اللي إحنا فيه وبين ذاك العالم شنو؟ اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هناك بعد ما حد يقول لك صلي، لكن يقولوا لك ليش ما صليت بذاك العالم؟ خذوه فغلوه، والله يكسرون راسك إذا ما صليت. لكن تكليف ما أظن، وإنما حساب على التكاليف اللي مرت عليك في هذه الحياة. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إلى هنا يكفي. لكن وبالله عليك، هذا اللي حكيناه كله أكو فد شيء مو معقول؟ فد شيء مو معقول يصطدم مع العاقل؟ إذا في شيء فكر، إذا شفت فيه في الشيء اللي العقل يرفضه، مثل ما واحد يقول لك مثلا أنا شمرت لي حجارة لفوق طارت السماوات، أو جمعت خمسة وخمسة بحسبتين طبعا 16 مثلا، هاي معقول؟ ها؟ هذا يسموه مو معقول. الشيء اللي مو معقول مثل هذا، بهذا اللي حكيناه تقدر تحصل فد شيء مو معقول؟ إذا حصلت ترى أنا بعدني عندك، ها لا تستحي ولا تخجل.
ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة ماكو مرضعة هنا لكن من باب التقليل يعني يريد يوصف لك هول تلك الساعة لأن من الساعات الثلاثة المهمة وأهم الساعات الثلاثة في سير الإنسان سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا هول المطلق يبكي منه الحسن عليه السلام حينما يبكيك قال أبكي لإراق الأحب ولهول المطلق الحسين صلوات الله وسلامه عليه استعد لهول المطلق حيّ نفسه إلى أن تأكد وتثبت وأن مطلعه إلى الله مطلع فرح وسرور لأن سئل أبو ذر كيف قدومنا على الله شنو حاله قال أما المؤمن فكالمسافر الغائب عن أهله ويدخل إلى بيته قد يفرق شو هاي الجواب الآن وأما غير المؤمن العاصي فمثل مجرم هارب ابن السجن والشرطة ألقت القبض عليه وجابوه كالعبد الآبق الذي يعاد به إلى سيده هي نفسه بإيش؟ هي نفسه بالعمل صلوات الله وسلامه عليه وإذا كان يتلقى تلك المصائب والمحن بكل فرح يعني بكل بشاشة ورحابة صدر السهام ترد مثل قطر المطر مثل الجراد المنتشر يقول لأصحابه صبرا أصحابي صبرا بني عمومتي ما الموت إلا قنطرة تعبر بكم من البأساء والضراء إلى النعيم الداخل قوموا يا كرام إلى الموت الذي لا بد منه فإن هذه السهام رسل القوم إليكم فرحان استبشر يقول عدو ما رأيت مكثورا قد قتل ولده وإخوته وأهل بيته أصحابه أربط جأشا ولا أقوى جنانا من الحسين شنو من عصام شنو من نفس هادئة شنو من استقرار فكري ما شذ فكرة عن صغيرة ولا كبيرة في أعرض ساعة آخر ساعة إجا يودع العائلة فركب على فرسه وأحاطت به 80 إمرأة 60 طفل وطفلة كلها تصرخ كلها تبكي كلها عطشانة كلها ساكنة يتامى الحسين أعصابه أقوى من الحديد ما غفل عن شيء أبدا يلتفت إلى الطفلة العقلية يقول أخي زينب ناوليني هذه الجلسة شافها متأثرة بالعطش أكثر من باقي الأطفال فأراد أن يخفف عنها أجلسها أمامه على سرج التفت إليها متبسما قال بني ما تريدي اشتشتهين عمي أجيب لي اشتشتهين أنطي هي قالت بكل بساطة قالت عم أبا عبد الله إني عطشانة أريد ماي فقال لها بني ما يقدرني أنا راضي ثم قالت يا عم إن أبي وعمي بكرا صارت تحكي للحسين أبوي من الصبح طلع قلت لأبوي أنا عطشان أجيب لي ماء راح أبوي بعد ما رجع عمومتي طلع وكل واحد يطلع أقول لعمي أنا عطشان أجيب لي ماء كل يروح بعد ما يرجع كل من يروح بعد ما يرجع هو أنا عطشان يا عم قال بني أنا راضٍ إلى أبيك وإلى عمك أخبرهما بعطشك وأقول لهم فلانة عطشانة وأجيب لها ماء فقالت لا يا عم
إلى أن تمضي وتصل إليهما وتخبرهم ويأتون إلي، لا طاقة لي على تحمل الظلام، ولكن احملني معك إليهما يا عم يا صيام. هنا تحادرت الدموع من عيني الحسين، قال بني إذا أخذتك فمن يردك إلى الخيمة؟ فقالت لا زينب انزلي انزلي، لقد عرفت قلب سيدنا. يا حسين والله حيرتني، انا حرمة بجريرة كلفتني. ثم تذكر فورا ان ابن زين العابدين اليوم ما عاد، نزل من على ظهر فرس، اجى الى خيمة زين العابدين، سبقته عمته زينب. فلما رآها زين العابدين ونظر إلى أبيه قال عم هذا، هذا ابن رسول الله قد أقبل سنديني. فسندته زينب إلى عمود الخيمة، جلس الحسين ثم تبت قال أبا ما من حاجتك أن تجيني وحدك، أين عمي يا العباس؟ فقال له الحسين اعلم يا بني لن يبقى احد حي في الخيام من الرجال الا على من الكل على وجه السلام. لما جرح زين العابدين قال عم ناوليني الزيف والعصا. قالت وما ترنا بهما يا ابن اخي، قال اتوقع علي ان يضعني بدني